وعلى المغرب مشوارنا اليوم ليصنف مطبخه من أهم المطابخ بالمغرب العربي. خلينا نشوف الشيف شو محضرنا اليوم من أشهى أطباقه. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو محضرنا اليوم يا شيف؟ اليوم مطبخ مغربي. اوكي. لما بنرجع شوي على المطبخ المغربي بنشوف اشياء ثانيه بيعملوها، مواد ثانيه بيستعملوها. بتعرفي اشهر طبق هو الطاجين بالاجمال بالمغرب، نحن بنعرفه بالاجمال، هلا فيها كثير في اطباق طيبه اكيد يمكن نحن ما بنعرفها، بس بالاجمال نحن بالنسبه لنا هو الطاجين هو بيمثل، والكسكس بيمثل المطبخ المغربي لنا. اوكي. اليوم حنعمل خبز اللي بيستعملوه حد الطاجين. اتمنى انه بيقولوا كسر ومرق، فبده الكسر يعني خبز، المرق يعني مرق، ما بيهمه كثير، المهم يكون في خبز حد المرق. اما كسكس اذا كان في كسكس. وحنعمل بريواتس اللي هن بريواتس اللي هن مثل السمبوسك عنا، بس بيعملوها بيستعملوها حلو، بيستعملوها مالح. فحنعمل وحده بريواتس بالدجاج، وحده بريواتس باللوز. واكثر حلويات بيعملون هن باللوز اكثريتهم. وحنعمل طاجن بالكفته والبيض كمان. طبق كثير مشهور من المغرب، وحنقدم اكيد احد الخبز اللي حنعمله. اوكي. اول شيء حنعمل عجينه البريواتس اللوز. ممكن تكون كفطور او كحلو باللوز. لا فطور هيدي. سوري حلو. حلو. أوكي. كله حلو بيتاخذ حد الشاي. حنحط لوز بودرة. بس شو بدك طيب الحلو يا شيف عن الصبح يعني؟ اكيد. في اطيب من هيك عجينة اللوز. حندوب زبدة شوي قبل. يأ. فحنحط معهم سكر. اوكي. إذا كان حطينا لوز باودر 100% سكر، هيدا مزهر موارد. أوكي. مشهورين بالمغرب بزراعة الحمضيات، وعندهم موارد باب أول، بيقولوا موارد ومزهر باب أول. الحامض والبرتقال موجود عندهم كثير طيب. شوية قرفة بهالعجينة. هلا حجيب الزبدة. يلا بيقولوا إنه الحمضيات على طول بيزرعوها على السواحل. ففي عندك المغرب ميلة بتطل على المحيط الأطلسي، وميلة بتطل على البحر المتوسط الأبيض المتوسط. فهون عندك يعني محيط وبحر، فعندك كمان أسماك غنية كثير. مثل شو مثلا؟ أسماك مثل اللونغوستين، مثل أنواع من اللوبستر، من أنواع من التونة. مش موجودة. مش موجودة عندنا. مش موجودة ببحرنا. بنطلبها من غنجيس. أوقات بيكون مصدرها المغرب العربي. أوكي. المغرب كبلد المغرب مش بلد عربي بالاجمال. ففعلا اللي عندهم كثير شط بحر، وعندهم كثير اسماك. واكيد شط بحر يعني كثير رياضات مائيه على رياضة.